السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية في الجزء الثاني واللي بنحل فيه بقية 250 جملة اختياري. وقلنا إن هما بيشملوا المنهج كله من grammar أو vocabulary، سواء مفردات أو سواء قواعد، ولازم تركز. أنا باخد كل اختياري ليه؟ عشان إن شاء الله تحل كويس بكرة في الامتحان. بس قبل ما نبدأ ما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مش هطول عليكم، يلا بينا. طبعا هنا ما تستعجلش وتقول languages، ولا تستعجل برضو تقول subjects، لان العربي والانجليزي لغات وفي نفس الوقت مواد، فلازم اقول languages and subjects. Number 101 بقول Friday is a 8 day for me. I do the same thing. بقول انا بعمل نفس الشيء، وطالما بعمل نفس الشيء يبقى ده يوم نمطي، خلاص يوم معتاد، يبقى اذا هقول typical. Number 102 بقول لي I always have my A before going to school. قال لك before، يعني before قبل، لان في فرق لو قال لي before وقال لي after. طب ما قال لي قبل المدرسه يبقى ده يا حبايبي breakfast، الفطار. طب لو قال لي after school او after، وهنا لو قال لي after طبعا هقول after coming from school، مش هقول after going to school، هقول after coming from school يعني بعد ما اجي من المدرسه كان يبقى lunch. انما I always have a before going to school يبقى breakfast. 103 بقول I never go to school by bus. I always a. بقول انا عمري ما بروح بالاوتوبيس، يبقى I always a. use the bus، استخدم الاوتوبيس ولا go by bus ولا ride، خلاص اركب ولا walk. اكيد طبعا I always walk، يبقى اكيد طالما بركبش الاوتوبيس يبقى انا بمشي. 104 بقول when we hear the a we go to the school hall. على طول بنروح للبهو او القبو بتاع المدرسة لما اسمع ايه؟ قال لي لما اسمع الجرس. طب فين الجرس؟ قال لي بيل، تاني بيل. عندي بيل دي بمعنى فاتورة، وبيل دي بمعنى حبوب، بيل دي فاتورة خلاص او ورقة نقدية، وبيل دي بمعنى حباية، حباية يعني بتاعت الحبوب بتاعت الايه، بتاعت الدواء. وعندي بيل ده اسم ايه؟ اسم شخص. طيب 105 will I usually talk with my friends during the ايه؟ انا بتكلم مع اصدقائي اثناء ايه؟ during دي معنى اثناء. طب اثناء ايه؟ ما هو قال لي at break، يا اما during the break. during the break يعني اثناء يا حبيبي الفسحة، خلاص ما ينفعش اتكلم مع زمايلي اثناء الحصة ولا اثناء الامتحان ولا وانا نايم. 106 بقولي our school is not near. بقولي ليست، not يعني ليست، بقولي ليست قريبة، يبقى it's ايه؟ قلنا not والصفة بيدينا عكسها، طالما مش قريبة يبقى يا حبيبي far away. far away معناها بعيدة. طب بقولي we carry books at the library. at the library يعني في المكتبة. طبعا في المكتبة I borrow books، خلي بالك لان شكل ما قلنا قبل كده في اللايبرري، في المكتبة I read or borrow، يا اما بقرأ يا اما بستعير. انما في البوك شوب يعني في محل بيع الكتب، هنا بقى I buy، خلاص بشتري ايه؟ كتب. طيب فهنا بقول we can get books at the library، اكيد هقول له we can borrow books at the library. After school we join، خلي بالك after قلت لك احفظ after يعني بعد، كان before معناها قبل. we join، كلمة join معناها نلتحق ب، بعد الدراسة او بعد المدرسة بلتحق بليه؟ اكيد university اللي هي الجامعة، اكيد مش هنروح kindergarten اللي هي الكيجيهات اللي هي الروضة يعني، ولا nursery روضة برضو، ولا school المدرسة. at break في الفسحة I play، قلت يا حبيبي بيجيب لي at يا اما during اثناء. I play games with my friends in the بلعب العاب مع اصدقائي في الايه؟ اكيد طبعا انا بلعب العاب مع اصدقائي فين؟ في البلاي جراوند. في البلاي جراوند يعني في الملعب. اللي بعدها بقول انا اي ويكند I visit my grandmother. طبعا in a typical weekend، انا typical weekend انا في اسبوع نمطي، خلاص يعني كل اسبوع انا بزور مين؟ بزور جدتي. 111 بقول we know it's time for the next lesson when we hear the A، بقول احنا بنعرف ان ده ميعاد الحصة اللي جاية لما بنسمع ايه؟ قلنا بنسمع البيل، قلنا بيل بمعنى جرس. 112 A do you go to school early by car، يعني بالسيارة، يبقى المفروض اسأل بمين يا حبايبي؟ ها how، يبقى how do you go to school. 113 بيقول لي A to school is a cheap، خلي بالك cheap معنى رخيص، بعدين healthy بمعنى ها صحي، خلاص للسفر. طالما هي رخيصة وصحية، خلي بالك من صحية كمان، ما اقدرش اقول driving ولا riding ولا sing، طالما قال لي صحي وكمان رخيصة كده هو cycling. cycling يعني ركوب الدراجة.
cars, buses and the trains are forms of A. دي من أشكال إيه؟ قلنا آه دي من أشكال الترانسبورت. ترانسبورت يعني النقل، دي وسائل النقل كلها. طيب 115 بيقول these students live next to the lake، بيقول عايشين جنب البحيرة. So they go to school in A. آه خلي بالك برضو من حرف الجر in. In A canoe، هنا canoe اللي هو الإيه؟ الزورق. 116 بيقول in A we always see snow and ice balls. بيقول لي بنشوف التلج او الجليد خلاص وكرات التلج، اكيد ده فين؟ وينتر. يعني ايه وينتر؟ الشتاء خلاص. طب 117 بيقول لي because there is always snow children go to school on a. طبعا قلنا يا جماعه لما يكون في جليد فالناس بتروح على سنو موبيل. تاني سنو موبيل اللي هو الايه؟ دراجة الثلج. تاني سنو موبيل اللي هي دراجة الثلج. 118 بيقول لي they arrived in Luxor 2 days ago. تركوا احبابي اول ما تشوف كلمة arrived يبقى انا بفكر على طول في حرفين جر، يا اما ان يا اما ات. لو جاب لي بلد يبقى انا هختار ان، لو جاب لي ات يبقى انا هختار مكان صغير. تاني هختار مكان ايه؟ صغير. فبالتالي لما اقول لي they arrived in Luxor هقول they arrived in Luxor. تاني they arrived in Luxor. 119 بيقول لي the canoe take them to school and whom again every day. يا ترى الزورق ده takes ولا drives ولا flies ولا rides؟ طبعا اكيد الزورق هقول takes them. takes them يعني ياخذهم. 120 بيقول during the lesson we learn about numbers، هنتعلم على الارقام. فين يا حبايبي؟ اكيد في حصه ايه؟ ها برافو عليكم، اكيد في حصه الرياضيات. فيبقى during the math lesson. تاني during the math lesson اللي بعدها it's always very A in summer، جو بيبقى ايه في الصيف؟ طبعا hot، hot معناها حر. Egypt A has three colors، مين اللي في مصر فيه ثلاث الوان؟ اكيد طبعا flag، flag يعني علم. طبعا song يعني اغنيه وanthem يعني نشيد وايكونومي يعني اقتصاد. I always eat the shopping on Friday، خلي بالك مهم جدا لما يجيب لي the shopping ولما يجيب لي shopping بس. ليه؟ بيختلف الفعل. لو قال لي ذا شوبينج يبقى هقول له دو ذا شوبينج يعني يتسوى. طب لو قال لي شوبينج هقول له لا جو شوبينج برضه يتسوى. هنا جاب لي قال لي ذا شوبينج يبقى هنا اوعى تختار جو تقول دو. 124 بيقول هي از جود ات دروينج اند سينجينج. حبايبي لما اجي اقول جيد فيه اسمها جود ات. احنا قلنا تاني ان اي حرف جر طالما مش تو بيجي وراه الفير بلس اي ان جي. تاني اي حرف جر طالما مش تو بيجي وراه الفير بلس اي ان جي، فقول هي از جود ات دروينج. طب امتى اقول جود فور يا مستر؟ قال لي لما يكون معناها مفيد لي. يعني لما اقول ميلك اللبن از جود ات تشيلدرن هتقول لي از جود فور تشيلدرن مش جود ات تشيلدرن. طيب 125 بيقول بريكفاست اند لانش ار ماي فيفورت. ايه؟ الفطار والغدا دول ايه؟ اكيد الفطار والغدا دول وجبات. طب يعني ايه وجبات؟ قال لي ميلز. 126 بيقول he plays football for a team، بيلعب لفريق in Europe في اوروبا. he plays for Egypt ايه؟ اكيد هو بيلعب لمصر ايضا. طب ايضا اسمها ايه؟ 2 T double O. 127 بيقول he has got long hair. طبعا هنا مين هنا اللي بتوصف الشعر؟ اكيد كلمه straight، وان straight يا حبايبي معناها ناعم، عكسها curly يعني العكس بتاعها curly، وcurly معناها خشن. تاني كيرلي معناها خشن. طيب 128 بيقول محمد صلاح plays for a famous A in Europe. طبعا عارفين ان محمد صلاح بيلعب في فريق. طب يعني ايه فريق؟ يا ترى باند؟ قال لي لا ده ان باند دي فرقه موسيقيه. طب جانج عصابه؟ قال لي لا طبعا سكول مدرسه. قال لي لا اسمه تيم، تيم يعني فرقه رياضيه او تيم بمعنى فريق. 129 بيقول she has got a A on her face، بيقول خلي بالك على وجهها هيكون في ايه في دول على وجهها؟ ترى سميل شمه ولا سميلت ولا سمايل ابتسامه ولا سكال جمجمه؟ اكيد سمايل، سمايل يعني ابتسامه. محمد صلاح اند ميسي ار ايه؟ طبعا محمد صلاح وميسي دول لاعبين كره قدم. طب فين لاعبين كره قدم؟ قال لي فوتبولرز. تاني فوتبولرز مرنرز عدائين. طب باسكت؟ قال لي باسكت معناها سله. طب ترينرز؟ قلنا ترينرز ده اللي هي جزمه رياضيه. طب تعالى نشوف 131 بيقول he has got dark hair and a بيقول له عنده شعر داكن and a. طبعا اكيد and a beard، وقلنا البيرد يا حبايبي لازم احفظها كويس اللي هي اللحيه. 132 بيقول he is very clever and can ايه many goals، بيقدر ايه بقى اهداف كتير، اكيد بيقدر يسجل. يعني ايه يسجل؟ السكور، سكور many goals يعني يسجل اهداف كتير.
133 والريتش بيبل، وانا ريتش حبايبي معناها غني. والريتش بيبل شود ايم ماني تو ذا بور، لازم يبرعوا بفلوس للفقراء. طب يعني ايه يبرع بفلوس؟ ما جيف ماني تو ذا بور، جيف ماني تو ذا بور. لو مفيش جيف يبقى دونيت، دونيت بمعنى يتبرع. طيب تاني، لو مفيش كلمه جيف يبقى اكيد كلمه دونيت، دونيت دي بمعنى يتبرع. هي از فريندلي اند اولويز توكس تو هيز ايه، واللي ودود يبقى اكيد بيتكلم مع المشجعين بتاعه. طب فين المشجعين؟ اسمهم فانز او المعجبين. طيب هي انجويد ايه فيديو جيمز يسترداي، طبعا عارفين ان يسترداي من علامات الماضي، جميل. طب هو انجوي ده، طب انجوي بيجي ورا ايه؟ قال لي فيرب بلس اي ان جي. قلت لكم حبايبي انجوي لاف لايك بريفير جو، وعندنا كمان فينيش، كل ده بيجي وراه فيرب بلس اي ان جي، يعني فعل فيه اي ان جي. بس قلت لك خلي بالك، لو قال لي وود لايك قال لي لا، لو قال لي وود لايك يبقى هجيب وراها تو زائد الايه؟ المصدر. لو قال لي وود لاف قال لي تو زائد المصدر، معناه ان لو سبق لاف ولايك وبريفير وود قال لي بجيب وراها تو، ما اجيبش وراها فعل فيه اي ان جي. اوف اي فوتبول از ا بوبولار سبورت ان ايجيبت، طبعا واخدين بالطبع اسمها يا حبايبي اوف كورس. Of course. اللي بعدها بقول الاهلي and الزمالك are famous in Africa. طبعا الاهلي والزمالك دول ايه؟ قال لي اندية. طب يعني ايه نادي؟ قال لي club. So famous clubs. 138 بقول the world cup is a for the best teams in the world. قال لي يعني ايه world cup؟ قال لي world cup دي معناها كاس العالم. تاني world cup معناها كاس الايه؟ العالم. طب كاس العالم ده ايه؟ وجبة؟ طب يا ترى subject مادة؟ طب ترى سياتر مسرح؟ خلاص حتى لو انا نسيت كلمه تورنمنت الثلاثه دول ما ينفعوش، يبقى انا عندي كلمه تورنمنت يعني دوره. تاني تورنمنت يعني دوره. 139 بولي the African Cup of Nations، يعني كاس الامم الافريقيه. قال لي African is a competition for countries in A، يعني للدول اللي موجوده فين؟ يا ترى يوروب، اوروبا، اسيا، اسيا، نورث امريكا، امريكا الشماليه، ولا افريكا؟ اكيد طبعا افريكا. I'm not good at running. I'm very بقولي خلي بالك not، يعني أنا مش كويس في الجري، يبقى أنا إيه؟ أكيد slow، يعني slow بطيء. طيب Nadir always talks nicely to people. He is very طالما بيتكلم nicely، وقلنا nicely يعني بشكل لطيف، يبقى أكيد هو friendly. يعني إيه friendly؟ ودود. طبعا مش هقدر أقوله وشائي ولا سيء ولا طويل. 142 بقول I can't pick up that box، أنا مش قادر بصراحة أشيل الصندوق ده. My arms are A، بقول لي إن دراعاتي إيه؟ طالما مش قادر أشيله يبقى دراعاتي قوية ولا ضعيفة؟ هتقول لي ضعيفة. طيب يا ترى ضعيف أني واحدة؟ ويك دي ولا ويك دي؟ قال لي لأ W E A K، لأن دي معناها إيه؟ دي معناها أسبوع، لكن دي معناها ضعيف. طيب The Queen of England is very A، بقول لي كوين، وقلنا كوين يعني ملكة. واللي she has got many houses، عندها بيوت كتير قوي، يبقى اكيد she is very rich. كلمة rich حبايبي معناها غنية. 144 بقولي how is the Cairo tower؟ قال لي it's 187 meters. خلي بالك من ايه يا مستر؟ قال لي الطول بتاع برج القاهرة طول رأسي ولا افقي؟ قال لي لا طول رأسي. قال لي طالما طول رأسي يبقى هسأل عنه بهاو طول، يعني ايه يا مستر؟ هو مش شيء اسأل عنه هاو لونج؟ قال لي لا مفيش حاجة اسمها طويل أشياء وطويل أشخاص. دايما الأطوال الرأسية بقول عليها طول، الأطوال الأفقية بقول عليها long. 145 بقول my aunt is very A، she always gives me big presents، بتديني هدايا كتيرة قوي، يبقى أكيد هي kind. قلنا يعني إيه kind؟ طيبة وعطوفة. 146 بقول camels are very A، they can carry 200 kilos of bags. ده بتقدر تشيل 200 كيلو من الشنط، يبقى هي اكيد قويه. طب فين قويه؟ قال strong. strong بمعنى قوي. How do you watch TV؟ قال twice. قلت لكم حبايبي طالما ذكر عدد المرات قال لي بسؤال بتاعي how often، وان how often معناها كم عدد المرات. بيقولي the film is not A، it's interesting. كلمة interesting بمعنى شيق جميل، بس هنا بيقولي is not، وطالما قال لي نوت هنا يبقى عايز عكس انترستنج. طب عكس انترستنج قال لي بورينج، يعني ايه بورينج؟ ممل. 149 بقول لي ايه از ويب سايت از ان اونلاين دايري، بقول لي اكنه مفكره بالظبط بس هي على الانترنت، يبقى دي بسميها ايه؟ بلوج. وانا حبايبي كلمه بلوج معناها مدونه. مصطفى لافز اي ارت ات سكول، قلنا حبايبي افعال حب والكراهيه بيجي بعدها فيرب بلس اي ان جي.
فلازم اقول loves doing. طب امتى اقول يا مستر to do؟ قال لي لو هنا would، يعني لو قال لي would love اقول له to do. اللي بعدها بقول لي Alice is in Wonderland is a famous children's story. الله، طبعا Alice is ايه؟ اسمها adventures، يعني مغامرات Alice في البلاد العجائب، وخلي بالك ده اسم قصة، عشان كده قال لي ايه؟ is 152. بقول لي Alice is adventures in Wonderland ايه؟ a famous children's story. قال لي اه. الناس هتشوف adventures هتقول لي اه there are يا مستر، هقول لك لا دي قصة، خلاص اسم قصة، هي adventures صحيح بس دي اسم قصة ودي قصة واحدة، فبالتالي لازم اقول is، اوعى تقول are. 153 بيقول she is a wise girl، دي بنت حكيمة وعاقلة، يبقى this means she is ايه؟ يعني ده معناه ان هي ايه؟ طبعا حكيمة يعني معناها sensible، sensible يعني عاقلة. 154 بيقول the woman is not nice، يعني الست دي مش لطيفة، يبقى she is a person، يبقى اذا طالما قال لي مش لطيفة هجيب عكس nice. يا ترى عكس نايس جود؟ قال لي لا طبعا. طب كايند؟ قال لي لا طبعا. طب فريندي؟ قال لي لا، كلهم بيدونا نفس المعنى، يبقى اكيد سكيري، سكيري يعني مخيفه ومرعبه. 155 بيقول لي ذا اولد مان از اولويز انجري اند اي ات بيبل، يعني انجري غاضب، الشخص الغاضب ده هيعمل ايه للناس؟ اكيد هيزعق، هيصيح في وجه الناس. طبعا كلمه يصيح اسمها شاوت، اند شاوت ات بيبل، تاني شاوت ات بيبل معناها يصيح، لكن شوتس دي معناها ضربات او طلقات، اما بوتس معناها حذاء برقبه، وروتس معناها جذور. 156 بيقول at the end of the story، يعني في نهايه القصه، all the a helped Alice to go home، كل الاي ساعدوا اليس ان هي ترجع البيت. طبعا هنا كل الشخصيات، والشخصيات اسمها كاركترز، ثاني شخصيات اسمها كاركترز، عندنا كيلرز دول القتله، ريدرز القراء، ورايترز يعني الكتاب. 157 بيقول a brave person is happy to do something، بقول لي الشخص اللي هو شجاع، تاني كلمة brave معنى شجاع، الشخص اللي بيكون شجاع بيبقى فرحان لما بيعمل حاجة ايه؟ يا ترى fun ولا easy ولا bad ولا dangerous؟ اكيد dangerous، dangerous معنى خطيرة. اللي بعدها بقول لي a clever person، الشخص الذكي بقى، يا ترى helps people ولا knows a lot ولا is kind ولا shouts at people؟ طبعا طالما هو ذكي فالاقوى انها يكون knows a lot، knows a lot يعني يعرف الكثير. 159 بيقول a sensible person، a sensible person يعني الشخص العاقل. طب الشخص العاقل ده يا ترى ايه؟ makes good decisions، بياخد قرارات جيدة، ولا has no time، ما عندوش وقت، ولا is very tall، طويل، ولا is unfriendly، يعني غير ودود. طبعا اكيد الشخص العاقل او الحكيم makes good decisions، يعني يتخذ قرارات جيدة. 160 بيقول a busy person، الشخص المشغول is always، يعني دايما، قلنا الشخص المشغول دايما بيعمل حاجة. طب فين بيعمل حاجة؟ اسمها doing something، تاني doing something. 161 بيقول we often get angry، يعني دايما بنغضب، when we ايه؟ طبعا احنا بنغضب لما ترى بنضحك، ولا feel happy بنشعر بالسعادة، ولا feel hungry بنشعر بالجوع. طبعا لا، احنا بنغضب دايما لما we are unhappy، يعني غير سعداء about something، لما بنكونش سعداء بخصوص شيء بيبقى غير سعداء او غضبانين. 162 بيقول something scary makes you feel، طبعا الحاجه اللي مخيفه بتخليك تشعر بايه؟ اكيد بتخليك تشعر بالخوف، يبقى feel frightened، تشعر انك خايف او مرعوب. 163 بيقول I don't know why it's a mouse، طبعا هنا عايز يدعى ويسمى، وانا قلت لكم يا حبايبي دي حاله كده خدناها، يدعى ويسمى دي صيغه مبني مجهول، وهنا اسم ما بيجيش وراها verb plus ing، هيجي وراها past participle، فبالتالي هقول why it's cold، it's cold يعني يدعى او يسمى. طبعا قلت تاني is cold معناه يدعى ويسمى، وفي الحاله دي بجيب ورا is تصريف تاني اللي هو cold لما يكون معناه يدعى ويسمى. طب تعال نشوف بقى اللي بعدها، she is 8% on the phone، هنا معناه ان هي بتتصل، مش معناها تدعى او تسمى، مش هقول هي تدعى بسنت في التليفون، لا هي بتتصل، وهنا اتصل عادي بقى هجيب ور اس فعل فيه ing لان ده مضارع مستمر، فهقول she is calling بسنت، بلاحظ اللي فوق اسمها is called لكن تحت اسمها is calling، اللي فوق يدعى ويسمى لكن تحت معناها يتصل او تتصل. 165 بيقول my brother uses his printer، طبعا بيستخدم البرينتر بتاعته الطبع يعني to a his homework، عشان ايه الواجب؟ اكيد عشان يطبع الواجب. طب فين يطبع؟ قال print، حتى printer جاية من كلمة print اللي معناها يطبع. اللي بعدها بيقول I need a to charge my mobile، charge قلنا معناها يشحن، فعشان اشحن التليفون هحتاج ايه؟ اكيد charger، والcharger معناها شاحن.
I use my mobile to a text messages. انا بستخدم الموبايل عشان ايه text messages؟ اكيد عشان ابعت رسائل. يعني يرسل رسائل اسمها send. send. 168 بيقول the mobile and the internet are forms of a. الموبايل والانترنت دي اشكال من اشكال ايه؟ اكيد التكنولوجي اللي هي التكنولوجي. 169 بيقول is the study of stars and planets. ايه فيها اللي بدرس النجوم وكمان الكواكب؟ قلنا ده اسمه علم الفلك، وعلم الفلك اسمه astronomy. تاني astronomy اللي هو علم الفلك. اما geography دي الجغرافيا، history ده التاريخ، وarabic ده العربي. history طبعا بدرس فيه الباست الماضي، geography بدرس فيه الcountries الريفر السيز كل ده. 170 بيقول how do you aid the time. how do you aid the time الفعل اللي بيجي مع ضايد time هو till. وليه خدت تيل بس؟ اقول له عشان دو، ودو داز وديت بيجي معاهم مصدر، ما ينفعش اقول تيلز. 171 بيقول لي the ancient Egyptians used it to communicate. القدماء المصريين كانوا بيستخدموا ايه عشان يتواصلوا؟ طبعا عارفين اللغه المصريه القديمه كان اسمها hieroglyphics. تاني hieroglyphics اللي هي الهيروغليفيه. 172 بيقول لي the ancient Egyptians used a plant called it to make the first kind of paper. عشان يعملوا اول نوع من انواع الورق استخدموا نبات البردي، والبردي اسمه papyrus. papyrus. 173 بيقول لي on the icon on your laptop. طب على اللابتوب اللي هو اللابتوب، واللابتوب يبقى انا هعمل كليك على الايكون. قلنا كليك بتبقى على الماوس، اما لما اقول تاب بيبقى على التابلت او على الموبايل فون. 174 بيقول لي you can hear a video call to your cousin in Germany. طبعا يعمل مكالمة تليفون اسمها make a video call، يعمل مكالمة فيديو اسمها make a video call. 175 بيقول لي a blog is a diary. طبعا a blog، قلنا البلوج دي مدونة، والمدونة بتبقى diary بس online. online بمعنى على الانترنت. 176 بيقول لي he writes what happens every day in his a. بيقولوا بيكتب ما يحدث يوميا في المذكرات او المفكره. المفكره حبايبي اسمها دايري، دي اي ار واي، خلي بالكم مش ديري، لان ديري معناها معمل الالبان او منتجات الالبان. 177 بيقول لي اد ذا ويب سايت اند فايند سام انفورميشن. طبعا هنا اكيد هنزور على الموقع واشوف معلومات، فاذا هقول لوك ات. تاني لوك ات ذا ويب سايت. اللي بعدها بيقول لي كان يو ايم مي ا تكست مسج when you arrive. بيقول لي ممكن تبعت لي رساله نصيه. طب يبعت اسمها ايه؟ ويرسل اسمها send me a text message. اللي بعدها بيقول لي I'd like to take a selfie in front of the pyramids. طبعا امام الاهرامات يبقى اكيد take a selfie. خلي بالك كلمه selfie تاخد الفعل take. take a selfie يعني ياخد ايه يا حبيبي؟ ياخد صوره سيلفي. اللي بعدها 180 بيقول لي they used it to make a plastic model. عشان يعملوا البلاستيك موديل اكيد هيستخدموا 3D printer. number 181 بيقول لي the icon on your mobile phone. طبعا هنا طالما icon اكيد هتبقى tab لانها على الموبايل فون، فاذا هقول tab the icon. tab the icon. اللي بعدها 182 بيقول I love a I like walking and watching trees and flowers. طبعا طالما بحب النباتات والازهار والاشجار والكلام ده يبقى انا I love nature. love هنا بمعنى احب، ونature بمعنى الطبيعة. اللي بعدها 183 بيقولي our teachers gave us instructions in the class. طبعا المدرسين بياخدوا منا ولا بيعطونا؟ اكيد بيدونا. instructions معناها تعليمات، فطبعا المدرسين بيدونا تعليمات فتبقى give. give. 184 بيقولي you should keep your a secret. طبعا مين اللي المفروض نحتفظ بيه سر؟ اكيد الباسورد، وان الباسورد اللي هي كلمه المرور. don't be friends with people you don't know. بقول لي ما تكونش صداقات، واحنا قلنا ما تكونش صداقات مع ناس ما تعرفهاش. طيب قلنا يكون صداقات اسمها ايه؟ اسمها make friends. so don't make friends. don't make friends. 186 بيقول لي you shouldn't tell people your A information. طبعا هنا عرفنا ان المعلومات الشخصية، كلمة شخصي كصفة اسمها personal. personal information يعني معلوماتك الشخصية، ما تقولش لحد على معلوماتك الشخصية. you must know how to stay A online. طبعا يا جماعة يبقى في امان اسمها stay safe. تاني stay safe online يعني تبقى في امان وانت شغال على الانترنت. 188 بيقول لي your A is a word or numbers you use to go onto a website. استخدم عشان تخش على الويب سايت، ده بسميها باسورد. وانا باسورد اللي هي كلمه ايه يا حبيبي؟ المرور. دي مجموعه من الارقام او الحروف او الكلمات استخدم عشان اخش على اي موقع. 189 بيقول لي ايه where am i
I'm in a cave. بقول له ايه انا فين؟ خلاص قال له انا في كهف. كان اكيد بقول له خمن انا فين. فين كلمة خمن؟ يبقى guess. So guess where am I? I am in a cave. Number 190. بقول there are A in the trees. بقول there are A in the trees. اكيد there are monkeys. لان القرود طبعا هي اللي ممكن تكون في الشجر. لكن مش هلاقي donkeys حمير ولا horses ولا خيول ولا هلاقي elephants افيال. Number 191 بقول لي I am in a with lots of trees. مين اللي هيبقى فيه اشجار كتير في دول؟ التاور البرج ولا الكيف الكهف ولا التنت الخيمه ولا الفورست؟ اكيد الفورست. قلنا فورست معناها غابه. 192 بقول لي in a you can hear your words again and again. تقدر تسمع صوتك مره واتنين اللي احنا بنقول عليه صدى الصوت. طب صدى الصوت ده اقدر اسمعه فين في دول؟ قال لي اكيد في الكيف. الكيف اللي هو الكهف. 193 بقول last summer الصيف اللي فات when the air was hot we went to the beach. مين اللي هيكون حار وبارد وعاصف؟ اكيد ده الويذر. فين ويذر؟ قال لي طقس. W E A T H E R. 194 بقول the children used to ace sand castles on the beach. طبعا بعمل ايه في sand castles؟ اكيد ببني sand castles. يعني ايه يبني؟ قال لي build. So build sand castles. She didn't want to go into the cave because she was a كانتش عايزة تخش الكهف. ليه؟ لأن أكيد هي كانت خايفة، وخايفة اسمها frightened. frightened يعني خائف. خلاص طب خلي بالك لأن ساعات بيقول لي because it was a. قال لي لو قال لي it يبقى دي عايدة على الكهف مش عايدة عليها هي. لو قال لي هي تبقى هي خايفة. طب لو قال لي كهف كنت قلت له because it was dark لأنه كان مظلم. We went to Al-Azhar Park to have a. قلنا حبايبي لما بنطلع في الأماكن الخلوية الأماكن الواسعة يبقى كده we have picnic. A picnic يعني نزهة خلوية يعني في الهواء الطلق. 197 بيقول لي we swam in the A and enjoyed the water. والعمنا في إيه؟ واستمتعنا بالمي. يا ترى لك ينقص أو نقص ولا باك ولا جاك ولا ليك؟ أكيد طبعا ليك. وكلمة ليك بمعنى بحيرة. تاني ليك بمعنى بحيرة لأن البحيرة هي اللي في دول فيها مية. بقول لي we ate a food it was wonderful. بقول احنا كان ايه وكان رائع. طالما هو كان رائع فأكيد مش هيبقى bad سيء ولا poisonous ولا سام طبعا ولا أجل كبيح. فأكيد هيبقى delicious. delicious بمعنى لذيذ. it's difficult to a mountain. طبعا الجبل أكيد هتسلق. صعب ان انا اتسلق الجبل. ويتسلق معناها climb. so it's difficult to climb a mountain. 200 We stayed in a hotel at the beach. طبعا هنا احنا عارفين ان beach بتاخد حرف الجر on. طب ما هو مفيش on يا مستر. يبقى اكيد هجيب باي. وباي هنا مش معناها بوستت. قلنا باي هنا حبايبي معناها بجوار. تاني باي هنا معناها بجوار. 201 بقول I can see wonderful A from my window. بقولي من الشباك اكيد هشوف ايه. قلنا المنظر من مكان محدد ده بسميه view. So I can see a wonderful view from my window. اللي بعدها بقول how did they get to the castle. castle طبعا اللي هي القلعة. طبعا هنا انا عندي ثلاث معاني لكلمة arrive. يصل. عندنا arrive. عندنا reach. عندنا get. طب ايه اللي هيفرق لي ما بينهم؟ قال لي arrive دي بتاخد in or at. طب arrive بتيجي بدون حرف جر. reach sorry بتيجي بدون حرف جر. طب get قال لي get بيجي معاها to. هنا هلاقي موجود مين؟ قال لي to. خلاص يبقى هاخد يصل بمعنى get. When I was in Paris, لما كنت في باريس, I bought many A for my friends. أكيد بشتري هدايا تذكارية. فين الهدايا التذكارية؟ Souvenirs. 204 بقول له we salute. كلمة salute يا حبايبي معناها يحيي. فبقول له we salute the Egyptian A every morning. بنحيي إيه المصري؟ إيه اللي إحنا بنحييه في مصر؟ أكيد العلم. فين العلم؟ قال لي flag. flag. Tourists go shopping in خان الخليلي A. طبعا خان الخليلي ده يعتبر سوق كبير فبالتالي هقول ماركت. خلاص يبقى تاني تورست جوش. ولاحظ قال لي جو شوبينج ما ينفعش اقول جو ذا شوبينج. لو قال لي ذا شوبينج شكل ما قلنا بنقول دو. طبعا خان الخليلي شكل ما قلنا ده ايه ماركت. ماركت يعني سوق. they can go camping in the. طبعا بيقدروا يضربوا خيام او معسكر. فين؟ اكيد فين يا حبايبي؟ in the desert. يعني ايه desert؟ في الصحراء. 207 بيقول the A is a friendly sea animal. خلي بالك هو مش اي حيوان. قال لي sea animal. يعني ايه sea animal؟ حيوان بحري. طبعا كل دول خلاص مش حيوانات بحريه وكمان friendly يعني ودود. فاكيد ده الايه الدولفين. دولفين.
is something you buy to remember a holiday. عشان افتكر الاجازة بشتري هدية تذكارية يعني تذكرني بالمكان اللي انا كنت فيه. فبالتالي فين الهدية التذكارية؟ السوفينير. واللي to aim means to sleep for a time in a tent. لما نام في وقت معين في خيمة برا ده بسميه camp. So to camp يعني انك تخيم او تضرب معسكر. A is what you can see from a place. طبعا تقدر تشوف من مكان محدد ده بسميه view. وفيو يا حبيبي معناها منظر، بس منظر بيرى من مكان معين او محدد. A big strong building from the past. طبعا مبنى قديم قوي من الماضي وقوي is called a. طبعا اكيد ده بسميه castle، وcastle معناها قلعة. عندنا مول، ده المول بول حمام السباحة، ومصل يعني عضلة. A place for a holiday is a. مكان بقضي فيه الاجازة اكيد مش ممكن يكون السجن ولا الاتيك ولا الميرور. مول a holiday flat. holiday flat يعني شقة لقضاء الاجازة. The heir of England is a very rich woman. خلي بالك قال لك woman مش man، يبقى اكيد ذا queen. قلنا queen معناها ملكة، تاني queen معناها ملكة. بيقول we interesting projects for homework. طبعا كلمة project يا حبايبي بتاخد الفعل do. do a project يعني يعمل مشروع. 215 بيقول we watch a lot of A on TV about goods. بيقول احنا بنشاهد كثير من الـ A في التلفزيون عن البضائع. كلمة بضائع دي goods بضائع أو سلع. تاني بضائع يا حبايبي أو سلع. فبيقول احنا بنشاهد a lot of A عن البضائع والسلع، أكيد إعلانات. فين الإعلانات؟ قال لي advertisement. advertisements يعني إعلانات. اللي بعدها بيقول لي إيه أبيتي I didn't see the monkey. بيقول يلا الحسرة، وإن يلا الحسرة اسمها what a pity. تاني what a pity يعني يلا الحسرة. 17 بيقول oh I have lost my mobile. طبعا عارفين صحيح الداش اسمها oh dear. oh dear. اللي بعدها بيقول is famous for the Eiffel Tower. قلنا مين اللي فيها برج إيفل؟ قال لي طبعا دي باريس، اللي هي باريس في فرنسا. We finish an email by saying. خلي بالك بقى في عندنا start an email وفي عندنا finish an email. طالما قال لي finish an email by saying هقول best wishes يعني أطيب الأمنية. طب لو كان قال لي start an email هقول by dear or hi or hello. كل دي بداية لكن دي بس النهاية. We went to Luxor to see the Valley of the A. طبعا عارفين ان وادي ايه اللي في الأقصر؟ طبعا وادي الملوك. طب فين وادي الملوك؟ قال لي the Valley of the Kings. تاني the Valley of the Kings. There were a lot of boats. طبعا في هنا قوارب. القوارب هتكون موجودة فين؟ اكيد في حاجة فيها مية. طب مين في دول اللي فيهم مية؟ قال لي the Nile اللي هو النيل يا حبايبي. 222 بيقول لي we bought A at Ramses station to take the train. بنشتري ايه من محطة رمسيس عشان نركب القطر؟ عشان نركب القطر يبقى لازم اشتري تيكتس، قلنا تيكتس اللي هي التذاكر. Let's eat lunch as mother is tired. خلي بالك من الكلام، بقول let's eat lunch as mother is tired لان ماما مرهقة. يبقى هنعمل ايه في الغدا؟ اكيد مش هقول let's eat، لا يلا ناكل، اكيد هقول يلا احنا اللي نصنع. طب فين؟ قال لي let's make. خلي بالك اوعى تنسى ان let's بيجي وراها مصدر infinitive بدون اي اضافات. What are the A of kushari please. انا عايز انا اقول ما هي ايه الكشري. خلي بالك مهم جدا هنا ان لو قال لي what is او what are، لان لما اقول what is يبقى عايز حاجه، ولما اقول what are يبقى عايز حاجه تانية. لما اقول what are the A of kushari هقول what are the ingredients. ingredients اللي هي المكونات. طب لو قال لي what's the كنت قلت له recipe، وان recipe يعني الوصفه. طيب 225 بيقول لي this recipe is easy to. بيقول لي الوصفه دي سهله انك دي اكيد سهله انك تعملها. يبقى is easy to make. make a recipe يعني يعمل وصفه. 226 بيقول لي is not an ingredient of a meal. طبعا مين في دول اللي مش مكون من مكونات الوجبه؟ يا ترى rice nuts raisins or stir. طبعا اكيد stir لان stir معناها يقلب، لان هنا قال لي not an ingredient. طيب قولي you can boil water in a. احنا بنقدر نغلي الميه في ايه؟ اكيد بنقدر نغلي الميه في sauce pan. 128 بيقول there are three main a in a day breakfast lunch and dinner. قلنا حبايبي دي كلها اسمها meals. meals يعني وجبات. طب everyone is snacks. طبعا everyone خلي بالك ده ضمير غير معرف indefinite pronoun. قال لي ضمير غير معرفة شكل everyone و no one و someone و anyone، كل دي بتعامل معاملة المفرد. فلازم أقول everyone loves snacks. تاني everyone loves snacks. what's the best way to enjoy snacks.
واتس ذا بيست واي تو انجوي؟ قلنا يا حبايبي انجوي معناه يستمتع بيه. طيب ايه هي افضل طريقه عشان تستمتع بايه؟ سناكس. اكيد هيلثي سناكس. هيلثي سناكس يعني وجبات خفيفه صحيه. اللي بعدها كريسبس هاف ا لوت اوف فات اند. طبعا كريسبس دي اللي يا حبايبي المرمشات. المرمشات طبعا بيبقى فيها دهون وفيها كمان سولت. سولت بمعنى ملح. اللي بعدها تو ماتش شوجر يعني السكر الكتير اكتر من اللازم. خلي بالك از اي فور يو اور بوديز. طبعا هنا السكر الكتير بيبقى ضار اكيد على الجسم وضار على اسمها باد فور. تاني باد فور يعني ضار على. Some foods are not good. خلي بالك بقولك بعض الأطعمة ليس جيدة. Others أخرى. طالما لي others يبقى أكيد هجيب لي عكس مين؟ عكس not good. يبقى some foods are not good. Others are أكيد هجيب بقى حاجة كويسة. فأكيد مين؟ delicious. delicious معنى لذيذ. Be A even with healthy food. بقول لي خليك إيه حتى مع الوجبات الصحية أو مع الطعام الصحي. يبقى لازم أقول be careful. be careful يعني كن حريص. اللي بعدها بقول it's a good idea to eat between 2 or 4 A of fruit every day. شكل ما خدنا احنا المفروض ناكل قطعتين او اربعة خلاص من الفاكهة كل يوم. فبالتالي لازم اقول 2 or 4 pieces. تاني 2 or 4 pieces. اللي بعدها بقول we shouldn't drink too many A drinks. تاني we shouldn't drink too many A drinks. احنا قلنا حبايبي المشروبات الغازية دي المفروض ما نشربهاش كتير. فلازم اقول fizzy drinks. fizzy drinks يعني مشروبات غازية. 237 بقول in A the ancient Egyptians used the land near the river to grow crops. طبعا انا عارف ان في الحقيقة او حقا اسمها in fact. in fact يعني في الحقيقة او حقا. 238 بقول they grew wheat to make. كانوا بيزرعوا القمح عشان يعملوا ايه؟ طبعا اكيد كانوا بيزرعوا القمح عشان يعملوا بريد. وبريد اللي هو الخبز. طيب ساينتست العلماء found some bread in the A of Montehotep the second. العلماء وجدوا عيش في ايه بتاعت منتحتب الثاني؟ اكيد طبعا المقبره. طب فين المقبره؟ ايس قال لي لا. طب بارك قال لي لا طبعا. طب باج قال لي لا. تيوم وتيوم بمعنى مقبره. طب 240 بيقول you should drink a A of milk a day. A day يعني يوميا وملك يعني لبن. وآ معناه ان انا جايب اسم مفرد. طب الملك بيبقى في ايه؟ اكيد a glass. glass يعني كوباية. كوباية ازاز. is delicious meal with rice, pasta and tomatoes. طبعا مين اللي فيها المكونات دي؟ اكيد كشري. الكشري. capinta is a popular A of fish. طبعا هنا نوع من انواع اسمها popular type. وtype بمعنى نوع. They catch fish from the A to make capinta. بيقولوا بيصطادوا السمك من A عشان يعملوا الكابنتا. بيصطادوه من الليك ولا من البول ولا من البيسين ولا من السينك. اكيد من الليك. الليك اللي هي البحيره. بيقولوا الرايس باستا اند توميتوز ار ذا مين A اوف كشري. طبعا قلنا يا حبايب المكونات اسمها ingredients. ingredients. 245 بيقول لي in England في انجلترا people often have a traditional A called shepherd's pie. طبعا دي اسمها traditional meal يعني وجبة تقليدية. تاني قلنا يا حبايبي كلمة traditional يعني تقليدي. طبعا قلنا في وجبات تقليدية اللي في أماكن كتير من أنحاء العالم. 246 بيقول لي how much does this meal. طبعا هنا عايز أسأل عن التكلفة. فبقول how much does this meal cost. كلمة cost بمعنى يتكلف. The waiter gave us. بيقول لي إن الجرسون إدانا the A to choose our food. طبعا أكيد الجرسون هيدينا إيه عشان نختار منه الطعام. طبعا قائمة الطعام اسمها يا حبايبي menu. menu اللي هي قائمة الطعام. طب بيقول someone who buy things from a place. طبعا شخص بيشتري حاجة من مكان is a A. أكيد اللي بيشتري ده بسميه customer. خلاص لكن اللي بيبيع seller. يعني لو قال لي sell يبقى seller. لو قال لي buy يبقى customer. customer يعني الزبون. 249 بيقول the A is the currency of Egypt. كلمة currency يا حبايبي يعني عملة. مين هي عملة مصر؟ أكيد الباوند. الباوند اللي هي الجنيه. الدولار ده موجود في امريكا وعندنا اليورو ده موجود في يوروب في اوروبا. والدينار طبعا هلاقيه في دول الاريبيان جولف اللي هو الخليج العربي. طيب 250 واخر واحده معانا بقول ذا فيرست سنتنس يعني الجمله الاولى اوف ا باراجراف. من الباراجراف از ذا اي سنتنس بنسميه ايه؟ قلنا اول جمله في الموضوع بسميها جمله الموضوع. طب معنى ايه جمله الموضوع؟ توبيك سنتنس. تاني توبيك
sentence. فهقول the first sentence of a paragraph is the topic sentence, the others are the details. الباقي كله بيبقى عبارة عن تفاصيل. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe. And don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس يلا فعل الجرس عشان يجي لك كل التنبيهات ان شاء الله. ولو محتاج اي حاجة في الجرامر اللي احنا قلناه ده ممكن ترجع لي القناة وكمان تجيب قنوات التشغيل, هتلاقي فيها الجرامر بتاع اولى اعدادي ترم اول من اول درس لغايه اخر درس بالتفصيل, وكمان تطبيق عليه من كتاب جيم وكتاب المعاصر. اتمنى لكم التوفيق بكره ان شاء الله في الامتحان, وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جود باي, السلام عليكم.